وحول يوم البحرين الرياضي معي عبر الهاتف البروفيسور فيصل الملا، أستاذ علوم الرياضة. أهلا ومرحبا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. وبداية نسأل عن أهمية اليوم الرياضي في تعزيز وتأصيل ثقافة الرياضة في المجتمع البحريني وانعكاساته على الصعيد النفسي والصحي وأيضا في الإنتاجية التي يستفيد منها المجتمع بشكل عام. بداية شكرا على هذه الاستضافة للحديث عن هذه المناسبة الوطنية الرياضية. والواقع اللي أنا من خلال قاعد أشاهد التلفزيون وأشوف هذه المنافسة بالواقع أو المناسبة على شكل عرس الواقع وطني رياضي في نسخته الثامنة. في الواقع دعني أبدأ وأقول أن تتردد مقولة يطلق عليها: عالم رياضي هو عالم يتسم بالصحة وجودة الحياة. كثير في أوساط المجتمعات المتقدمة تجعلك تستشعر بأهمية ممارسة الرياضة، كونها أن الرياضة ليست هي أرقام ومنافسات فقط، بل هي في الواقع على رأس قائمة مؤشرات الصحة العامة وكذلك مؤشرات الإيجابية في تعزيز جودة الحياة. من هنا يتضح في الواقع لنا مدى حرص مملكتنا الغالية على الاحتفال بهذا اليوم الوطني الذي في الواقع نحتفل فيه سنويا في شهر فبراير من كل عام، وذلك في الواقع يعني توجيه من حكومتنا الرشيدة بتخصيص نصف اليوم عمل لعموم موظفي الوزارات والهيئات الحكومية لإعطاهم الفرصة أو إتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الرياضية، حيث أضحى في الواقع هذا اليوم حدثا وطنيا يهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة. أرجع أقول ليس للمنافسة ولكن للصحة وجودة الحياة، وحثهم في الواقع على تغيير نمط حياتهم وإدخال في الواقع صورة من الممارسات الصحية عليها لتقليل في بداية مخاطر الأمراض التي تتسبب في أساليب الحياة الغير صحية والتي في الواقع لا تعتمد على ممارسة الرياضة. كما يتخذ هذا اليوم في الواقع كما أشار سيدي جلالة الملك فرصة ذهبية للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة وغرس بعض القيم والمبادئ الأخلاقية التي تدعمها ممارسة الرياضة مثل روح الفريق والوحدة والانتماء والتعايش. لذلك دعني أعطيك بعض الأرقام. الرياضة في الواقع لها القدرة على تعزيز الصحة الجسمية كما أشرت والنفسية والعقلية للفرد، إضافة إلى قدرتها على التصدي للعديد من أمراض العصر والمعروف بأمراض قلة الحركة، حيث أشارت تقارير منظمة الصحة العالمية الأخيرة WHO أن قلة النشاط البدني يجب نركز يحتل المرتبة الرابعة في الأسباب التي تؤدي إلى الوفيات عالميا، وأن 35% من وفيات أمراض القلب التاجية و27% من وفيات أمراض داء السكري و25% من أمراض وفيات سرطان القولون ترى تعزى إلى قلة النشاط والخمول البدني. وهذه في الواقع دعوة يعني كبيرة ويعني مؤكدة لجميع المقيمين وكذلك مواطنين ممارسة النشاط الرياضي. أخي الكريم، قبل أن أختم في الواقع دعني أؤكد على أن احتفال مملكتنا في الواقع باليوم الرياضي، والله أنا أعتبره كعرس رياضي، يشكل مناسبة وطنية جدا مهمة لاستحضار مدى الرعاية والاهتمام التي تحظى بها الرياضة من قبل قيادتنا وحكومتنا الرشيدة، والتي هيئت لها المناخ المثالي نحو مواصلة الجهود بجعل الرياضة في الواقع أسلوب حياة لدى الأفراد، والتي جعلت من مملكة البحرين أحد الدول الرائدة في خرس ثقافة الرياضة المجتمعية والتي تؤدي في الواقع إلى تعزيز جودة الحياة. نعم، البروفيسور فيصل الملا أستاذ العلوم الرياضية، شكرا جزيلا لك.